فضيلة سماحة الشيخ، تكاد تكون النصيحة مفقودة في هذا الوقت، فما سبب ذلك في رأي سماحتكم؟ لا شك أن الخلاص اليوم قليل، وأسبابه ضعف الإيمان وقلة البصيرة وتشاغل الناس بأمور الدنيا وحرص كل واحد على مصلحته العاجلة، إلا من رحم الله. فلما ضعف الإيمان في القلوب الغالب وشغل الناس بأمور الدنيا وقل علمهم وفقههم في الدين، قلت النصيحة وقل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكلما قوي الإيمان في الشعب أو في القرية أو في البلد، كلما قوي الإيمان وكثر العلم حصل التناصح وحصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. على حسب قوة الإيمان في البلد أو في القبيلة أو في القرية، كلما زاد الإيمان وزاد العلم والبصيرة وكثر الفقه في الدين وكثر أهل الخير زاد فيهم هذا. وكلما عظم الجفاء وكثر الجهل وقل العلم وكثرة مشاغل الدنيا قل النصح وقل الأمر والنهي. والله المستعان.